أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مأساة قرية الأصابع بمحافظة المحويت شمال اليمن. أكدت مصادر طبية إصابة 34 شخصا بمرض الكوليرا في إحدى قرى محافظة المحويت، وأوضحت المصادر أن قرية الأصابع في مديرية ملحان تشهد انتشارا كبيرا لمرض الكوليرا بين الأطفال والنساء وكبار السن في ظل غياب للمنظمات الإنسانية. وأشارت إلى أن سكان القرية البالغ عددهم 600 نسمة يعانون من الفقر ويفتقرون لأدنى الخدمات، مناشدين المنظمات الدولية لإغاثتهم ومساعدتهم في مكافحة الوباء. نتوقف عند هذه القضية لنناقشها في محورين: مأساة المواطنين في المحويت وعودة شبح الكوليرا إلى اليمن. هل يترك الأهالي في المحويت لشبح الكوليرا دون تدخل من أي جهة رسمية أو حكومية؟ ليست جثة ولا جنازة، بل هي رحلة للبحث عن العلاج من الكوليرا، الطريق الأقرب إلى الموت في قرية الأصابع بمحافظة المحويت، بعد أن تعثرت كل طرق الحياة إليها لتصبح هذه هي طريقة الإسعاف الوحيدة نحو أقرب مركز صحي يبعد عن القرية 30 كيلومترا. منذ أيام والأهالي المعزولون في أعالي الجبال يصارعون البلاء وحيدين، يموتون ويحاولون الحياة وحيدين، لم يلتفت لمأساتهم أحد. تقول المعلومات الواصلة من هناك إن حالة الإصابة بالكوليرا وصلت إلى أكثر من 36 إصابة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 600 نسمة. خلال الفترة الماضية ظلت هذه القرية ومثلها قرى كثيرة معزولة تماما، لم تصل إليها أي من الخدمات الأساسية، بينما كانت السلطة تعوض هذا النقص بالإشادة بالمواطنين الذين استطاعوا تطويع البيئة والتضاريس الصعبة لصالحهم وجعلهم قمم الجبال مساكن، لكنهم اليوم يواجهون وباء الكوليرا منعزلين، حتى المنظمات الإنسانية لم تصل إليهم نتيجة انعدام الطرق. هكذا تحول تاريخ طويل من الاعتصام بالجغرافيا إلى مأساة في ظل حالة لا دولة التي خلفها الانقلاب في المناطق الخاضعة لسيطرته. لا عاصمة اليوم لهؤلاء، ولا منجي لهم، ولا إجابة لاستغاثاتهم المتكررة من الكوليرا. يصرخون ثم يودعون، هكذا هي حياة أبناء قرية الأصابع شمال اليمن. وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا من الرياض الصحفي عبد العزيز هادي الفتيح. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي. مرحبا بك عبد العزيز. في البداية ضعنا بصورة التفاصيل لما حدث في قرية الأصابع التي اجتاحها مرض الكوليرا. في البداية أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة واللفتة الكريمة لنشر معاناة الناس والوصول إلى وإيصال صوت الناس المستضعفين إلى العالم. قرية الأصابع هذه إحدى قرى مديرية ملحان، يعني في أعلى الدمن جبل ملحان. هذه القرية يقطنها 600 شخص. القرية هذه منعزلة تاما، لا تتوفر فيها الطرقات، يعني أقرب مسافة لها بالطريق حوالي من القرية اللي تبعد عنها مسافة 10 كيلو عشان توصل على طريق السيارة. هذه القرية أصيبت أو اجتاحها مرض الكولوريا، هذا الوباء الكارثي، لعدم توفر التلقيف الصحي، اعتمادهم على في شرب المياه على البرك، يعني البراش في تجمعات مكشوفة. يعني هذه القرية منعزلة تاما عن العالم. يعني وجهوا نداء استغاثة، تدخلت إدارة الصحة بالمديرية بحاجات بسيطة بأقل الإمكانيات، لكن الوضع تفاقم وازداد. يعني إدارة الصحة بالمديرية تدخلت بالماء والصابون، ولكن الوضع كارثي، الوضع إنساني. مكتب الصحة في المحافظة يقول أنه أرسل فريق لهناك، لم نجد هذا الفريق على أرض الواقع. بعض المنظمات تقول أنها أرسلت فريق لهناك، لم نجد هذا الفريق لهناك. الناس يعانون، الناس المرض يفتك بهم، الموت يتقرب إليهم.
طيب عبد العزيز، إذا كانت لديك الإحصائية الآن من الذين قد أصيبوا بالكوليرا في القرية، من هم أو كم عددهم عفوا؟ عدد الإصابات إلى حد الآن 36 حالة إلى اللحظة. تم إسعاف هذه الحالات إلى مركز مديرية بني حجاج، يعني يبعد حوالي 30 كيلو، وكذلك إلى مركز مديرية الخط المديرية المجاورة لمديرية ملعان، وكذلك إلى الحديدة، يعني إلى منطقة عبس ومنطقة القراوس والدار عبد ربه وإلى مركز الحديدة. تكلفة نقل الحالة الواحدة إلى مركز مديرية إلى مركز المديرية ملحان بني حجاج يكلف ما بين 30 إلى 40 ألف الحالة الواحدة. نعم. طيب ابقى معي عبد العزيز، وشارك معنا في الحديث وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي. مساء الخير دكتور. أهلا، مساء الخير. أهلا بك دكتور علي. في البداية، أنتم الآن في وزارة الصحة أمام هذه الجائحة التي اجتاحت قرية الأصابع وهذا الوباء الذي عاد الانتشار بصورة كبيرة، ما الذي يمكن أن تقدموه لهذه القرية أنتم كجهة رسمية أتحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس لتغطيتهم لهذا الحدث. حقيقة نحن على تواصل مستمر مع مكتب منظمة الصحة العالمية، المكتب الرئيسي في صنعاء، ومكتب المنظمة في الحديدة فيما يتعلق بالقرية اللي في محافظة المحويت. كما تعلمون يعلمون جميعا هذه المنطقة تظل تحت سلطة الميليشيا، واحنا تواصلنا عن طريق شركائنا من المنظمات الدولية. وقبل لحظات كنت على تواصل، طبعا انا من ظهيرة هذا اليوم وانا على تواصل مستمر مع المنظمات، خصوصا منظمة الصحة العالمية، وكنت قبل لحظات على تواصل مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالحديدة لمتابعة الوضع القرية والمنطقة بشكل عام. أبلغني أنه هناك نزل فريق، وأنه على تنسيق مستمر مع منسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة، وقد أنزلوا فريق للمحافظة وأنزلوا أدوية ومستلزمات طبية للقرية، كذلك فريق الورش، فريق المياه نزل لهذه القرية وطعموا المياه بالكلور، عملها تنقية بالكلور، وهم على تواصل مستمر مع المنسق في المحافظة. نحن في العاصمة عدن عندنا أدوية ومستلزمات طبية كافية. سنتواصل أيضا مع المكتب في صنعاء مرة أخرى لتوصيل هذه الأدوية والمستلزمات الطبية فيما يتعلق بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا في محافظة المحويت وأي منطقة أخرى من محافظة الجمهورية. نحن بالسابق قمنا بإرسال 55 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية للمحافظات لتخضع لسلطة الميليشيا. نحن في وزارة الصحة العامة والسكان وفي الحكومة الشرعية مسؤولين مسؤولية تامة عن أي منطقة من مناطق اليمن، لكن وصولنا لها فيها صعوبة، إنما نوصل لها عن طريق منظمة الصحة العالمية أو عن طريق أي شركاء أي شريك من شركائنا في منظمات الأمم المتحدة. نعم. طيب دكتور، الآن أمام هذا التواصل مع يعني من قبلكم بمكاتب وزارة الصحة والمنظمات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، هل هناك تجاوب بأنهم سيذهبون إلى هذه القرية، سيحاولون تقديم العون الطبي والإغاثي لهم؟ نعم، في تجاوب. هم قد أرسلوا فريق منذ 3 أيام لهذه القرية ومع بالتنسيق مع منسق منظمة الصحة العالمية في محافظة المحويت، وتم إرسال أدوية ومستلزمات طبية وفتح مركز في المنطقة، ونزل فريق المياه لتطعيم لتنقية المياه في الكلور، وهم أيضا مستعدين لبذل المزيد، ونحن من العاصمة عدن مستعدين بصورة عاجلة لإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية وأي شيء يلزم لهذه المنطقة عن طريق شركائنا في منظمة الصحة العالمية. نعم، ولكن الآن يتحدث معنا الصحفي عبد العزيز هادي الفتيح وهو من أبناء المحويت، يقول بأن لم يصل إلى الآن أي شيء، لا دعم إغاثي ولا أي شيء لهذه القرية المنكوبة. البلاغ الذي وصلني قبل لحظات من مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في الحديدة أنه تم إرسال فريق، وهالبلاغ موثق، ونحن طبعا هؤلاء شركائنا ثقتنا فيهم عالية، وأيضا الأخ الصحفي برضو نحن مصادرنا في هذه المنطقة بحكم أنها تقع تحت سلطة الانقلاب مصادرنا ضعيفة جدا فيها، لكن تواصلنا المستمر مع شركائنا الذين هم قادرين يوصلوا لهذه المناطق. نعم. طيب دكتور ابقى معي، اعود للرياض مع الصحفي عبد العزيز الفتيح. استاذ عبد العزيز، اذا هناك تحرك مثل ما يقول الدكتور علي الوليدي وكيل وزاره الصحه من قبل المنظمات الصحه العالميه وايضا المنظمات الاغاثيه في الحديده وفي صنعاء وفي المحويت، ايضا هناك شركاء يحاولون تقديم العون للمصابين.
يعني حجم الدعم الذي ربما قد وصل، إن كانت لديك أي معلومات حول هذا الموضوع. حجم الدعم اللي وصل يعني بسيط، يعني الحجم الدعم اللي وصل ما يعادل التوسع والانتشار الذي انتشر في هذه القرية. نريد إنشاء مركز طوارئ قريب من القرية، يعني وصل الفريق عمل تعقيم للمياه، عمل تنظيف، عمل كذا غسل بالصابون كلور. نريد مركز طوارئ قريب من القرية لأن الحالة متفاجمة. مثل ما قلت لك في السابق أن تكلفة تقل الحالة الواحدة ما يعادل من 30 إلى 40 ألف إلى أقرب مركز صحي وهو مركز المديرية. نريد مركز يتقرب لهذه القرية، مركز طوارئ قريب. نعم دكتور علي، هل يمكن عمل مركز طوارئ مستعجل لهذه القرية ل يعني مواجهة هذا الوباء وعلاج المرضى المصابين؟ بكل تأكيد نحن نعمل في كل منطقة، نعمل مركز أو وحدة إرواء ORC، ونعمل مراكز في المجمعات الصحية أو المستشفيات القريبة من أي منطقة في يظهر فيها حالات إسهالات مائية حادة واشتباه بالكوليرا. وأبلغني مدير مكتب المنظمة أنهم فتحوا مركز في المنطقة، لكن بالتحديد أنا طبعا لا أعرف المنطقة بالتحديد، لا أعرف في أي مكان في المنطقة تم فتح المركز، وسأعود التواصل معه ليأكد لي هل تم فتح مركز في مجمع صحي أو في مركز أو في مستشفى، أو أنهم سيقوموا بتزويد المناطق هذه بوحدات ORC لهذه القرية. نعم طيب دكتور، الآن عودة الكوليرا بهذه الصورة، برأيك ما هي الأسباب التي تجعل الكرة يعني تذهب ثم تعود من جديد أكثر فتكا بالمواطنين؟ نحن مع الأمطار ومع متوقعين عودة موجة ثالثة لوباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية، ونحن في وزارة الصحة العامة والسكان نعمل بجهود كبيرة جدا مع شركائنا، ويوم قدم إن شاء الله سننفذ حملة الكوليرا في العاصمة عدن الجولة الثانية في 5 مديريات من العاصمة عدن، وهذه الحملة إن شاء الله تكون المناعة لمدة 2 سنين، حيث أننا قمنا بها قبل 6 أشهر في 5 مديريات من العاصمة عدن. مع نهاية هذا الشهر ستكون خلصت المدة 6 أشهر وتكون مناعة لمدة 2 سنين، ومن على منبر قناة بلقيس ندعو جميع الأهالي في العاصمة عدن في مديريات فور مكسر والتواهي والمعلة وكريتر والبريقة لمساعدة وزارة الصحة العامة والسكان في إنجاح الحملة. ندعو خطباء المساجد وأئمة المساجد والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والمشايخ وجميع النخب في عدن لمساعدة وزارة الصحة العامة والسكان وقنوات الإعلام في إنجاح هذه الحملة. وبعد أن ننهي الجولة الثانية سنبدأ إن شاء الله في حملة أخرى وهي جولة أولى في عدد من محافظات الجمهورية، منها محافظة الضالع ومحافظة تعز ومحافظة لحج ومحافظة عبيان، وحيث أنه تم أيضا في السابق في محافظة الحديدة وفي محافظة يب. هناك عندنا شحة في اللقاحات وصلتنا اليوم للعاصمة عدن عن طريق كوبنهاجن ثم نيروبي وجيبوتي للعاصمة عدن. ظهر اليوم كنا في استقبالها 654,000 جرعة من اللقاحات. طبعا اللقاح هناك في كثير من الدول تأخذ اللقاحات، وبالتالي نسبة اليمن قليلة جدا من هذه اللقاحات اللي تصنع، ونحن حسب البريوريتي وحسب الأولويات نتفق مع شركائنا في منظمة الصحة العالمية والمنسف، ويتم اختيار المديريات والمحافظات حسب الأولوية وحسب احتياج المحافظة. نعم طيب دكتور، ابقى معي، يعود الى الاستاذ عبد العزيز الفتيح. استاذ عبد العزيز، هل هناك يعني امام هذا الجائحه التي فتكت بالناس في قريه الاصابع، هل هناك من خطوات احترازيه من قبل الاهالي يتحدث يعني من اجل الوقايه من انتشار المرض واصابه بقيه الساكنين فيها؟ احنا بذلنا كل جهودنا من اجل توعيه الناس، وتكاتفنا مع المدرسين هناك من اجل الناس وإنشاء حمامات وتعقيم البرك يعني احترازات بدائية، لأن القرية تعاني من عدم التثقيف الصحي وعدم الوعي لدى المجتمع. قرية منعزلة انعزال تام. نعم لذا
دام موجود الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة، فأنا أقترح أن تكون الوحدة الصحية بقرية الصبري، فهي أكبر منطقة لهذه القرية. أرى أنهم ينشروا مركز طوارئ هنا في هذه الوحدة الصحية أفضل من أن ينزل أن ينشأ المركز الطوارئ في مركز المديرية بني حجية. هناك وحدة صحية قريبة لهذه القرية اسمها وحدة قرية الصبري. نعم دكتور علي، إذن هذه الوحدة في قرية آل الصبري كما يقول الأستاذ عبد العزيز، هل يمكن دعم هذا المركز من أجل أن يكون هو ربما النقطة الأقرب للمصابين في هذه القرية المعزولة تماما ولا تصلها حتى السيارات؟ طبعا بكل تأكيد أنا سأتواصل الآن مع المكتب الرئيسي في منظمة الصحة العالمية بصنعاء ومكتب الحديدة، وأيضا مع شركائنا في منظمة الطفولة اليونيسف لفتح هذه الوحدة الصحية وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية. ونحن من العاصمة عدن سنبعث عن طريق شركائنا أدوية ومستلزمات طبية لهذا المركز من أجل يقدم خدمات لأبناء المنطقة واي منطقه في محافظات الجمهوريه. نحن على استعداد تام في تزويدها بالادويه والمستلزمات الطبيه. كما تعلمون نحن ثقتنا بهذه الميليشيا معدومه، وبالتالي نحن كل تواصلنا يكون مع شركائنا من منظمات الامم المتحده. كل الادويه والمستلزمات الطبيه التي توصلنا الى العاصمه عدن نوزعها لجميع محافظات الجمهوريه، ولكن عن طريق شركائنا خصوصا المحافظات التي تخضع لسلطه الميليشيا. نعم. الجهة التي ربما لها علاقة مباشرة من المنظمات، هل يعني اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، من هي المنظمة المعنية بالدرجة الأولى ليعني دعم وإغاثة هؤلاء الناس دكتور؟ هنا كثير من شركائنا من منظمات الامم المتحده ومنظمات المجتمع المدني، لنا تواصل مستمر معهم، هم شركاء اساسيين معنا. وزاره الصحه العامه والسكان في كثير من وقفوا مع وزاره الصحه العامه والسكان لمجابهه كثير من الجوائح خصوصا لسله المائيه الحاده والكوليرا، منظمه الصحه العالميه، اليونيسف، الهجره الدوليه، مكتب الشؤون الانسانيه الاوتشا، ومن منظمات المجتمع المدني كثير منهم شراكه قويه مع وزاره الصحه العامه والسكان، وتدخلت في عدد من محافظات الجمهوريه باشراف وزاره الصحه العامه والسكان. نحن في المناطق اللي تخضع للسلطه الشرعيه هناك تكون التواصل مستمر معهم وعن طريق مكاتب الصحه في المحافظات، لكن المحافظات التي تخضع لسلطه الانقلاب نواجه صعوبه كبيره جدا في التواصل والوصول لها وتزويدها بالمعدات. طبعا هناك وصلتنا ادويه ومستلزمات طبيه من مركز الملك سلمان للاعمال الانسانيه، مركز الملك سلمان للاعمال الانسانيه، وكذلك من الهيئه الكويتيه ومن الهلال الاحمر الاماراتي، وقمنا بارسال العدد من محافظات الجمهوريه ومن ضمنها المحافظات اللي تخضع لسلطه الانقلاب. نعم. نتمنى دكتور علي ان يعني تثمر هذه الجهود وهذه التصريحات التي تتحدث عنها ان شاء الله وتترجم على ارض الواقع، ويعني ينقذ هؤلاء الاهالي الذين يتعرضون لهذا الوباء في هذه المنطقه النائيه. اسمح لي نحن لا نصرح، نحن دائما من على الميدان، والمناطق التي نوصل لها نزورها باستمرار، والمناطق التي تخضع صوبة الانقلاب لنا تواصل مستمر مع 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 شركائنا. ما نقول اننا سنوصل لها، ولكن سنوصل لها عن طريق شركائنا. أشكرك وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، شكرا لك، كنت معنا من عدن. وعودة أخيرة إلى الرياض مع عبد العزيز الفتيح. عبد العزيز، السلطة المحلية، محافظة المحافظة في المحويت، أين هم وأين دورهم؟ دورهم غائب غياب تام. السلطة المحلية وإدارة الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة وكذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية كلها غائبة غياب تام، لا يوجد لهم أي دور قطعيا. نعم، يعني تدخلات بسيطة جدا. طيب، سلطة ميليشيات الحوثية المسيطرة على محافظة المحويت، هل لهم أي دور لإنقاذ الناس؟ لم نجد لهم أي دور بالصريح، ان احنا لم نجد لهم اي دور سوى تدخلات حاجه بسيطه. يعني موظف صحي هناك في المنطقه لم يقوم بالدور بالامكانيات التي متواجده لديه فقط. اشكرك الصحفي عبد العزيز الفتيح، كنت معنا من الرياض، والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. تقبلوا في ختام هذه الحلقه تحايا معدها الزميل ماهر ابو المجد، كما يلكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمه الله.